أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المتواصلون في مادة اكتساب اللغة الطور الثاني تحديدا الأسبوع الثالث. سأقوم اليوم بشرح أبرز ما سيتم إعطاؤه في هذا الأسبوع مركزا على الخطوط العريضة فيه. قبل أن نبدأ بموضوعات هذا الأسبوع لابد أن نذكر بالمفهوم الرئيس لهذه الوحدة وهو التواصل، حيث يحدث التواصل بطرق مختلفة، منها التواصل بينك وبين المعلمة عن طريق الحوار أو مشاهدة مقاطع مرئية مثلا، أو العمل الجماعي التعاوني بينك وبين زملائك في الصف. أما المفهوم ذات الصلة هو اختيار الكلمات الأنماط، حيث ستختار من هذه الدروس دروس الوحدة كلمات تعبر فيها عن موضوعات محددة، وتحديدا ستعبر بها عن السياق العالمي الخاص بها وهو التعبير الشخصي والثقافي. ستعبر عن نفسك، اسمك، مكان سكنك، ثقافتك، إلى أي مكان تنتمي، وأبرز العادات والتقاليد فيه. أما بالنسبة لعبارة البحث والاستقصاء فهي: يتواصل الإنسان باختيار كلمات وأنماط ذات أنظمة لغوية معبراً عن شخصيته وثقافته. انظر عزيزي الطالب إلى عبارة البحث، فعبارة البحث مأخوذة من المفاهيم التي ذكرتها قبل قليل. يتواصل، التواصل باختيار كلمات، إذن التواصل سيكون عن طريق الكلام، أن تختار كلمات تعبر فيها عن شخصيتك وثقافتك. سنقوم هذا الأسبوع إن شاء الله بالبدء بالدرس الثاني وهو خالتي ندى. كما تلاحظ سنقوم بقراءة هذا الدرس والتعرف إلى أبرز الأفكار ومعاني المفردات الجديدة فيه. دعوني أقرأه. خالتي ندى. اسمي عبير، أسكن في منزل جميل في مدينة جرش في الأردن، وقرب بيتي آثار رومانية جميلة. رن جرس الهاتف. ردت أختي هدى: السلام عليكم، من المتكلم؟ ثم صاحت فرحة: خالتي ندى، كيف حالك؟ هل ستأتين غدا لزيارتنا؟ أهلا وسهلا، نحن بانتظارك. حضرت الخالة ندى وشكرناها على الهدايا الجميلة التي أحضرتها، ولعبنا مع أولادها. بعد العشاء تجمعنا حول جدتي نستمع لحكاياتها الممتعة. إذا سنتعرف إلى أبرز المفردات الجديدة فيه وإلى الفكرة العامة التي احتوتها. لا ننسى أننا نخصص يوما في الأسبوع للإملاء. سنختار مفردات سأقوم بتحديدها عبر البريد الإلكتروني من هذا الدرس أو فقرة لتكون إملاءنا لهذا الأسبوع. أيضا سيكون هناك اختبار قراءة بدرس خالتي ندى، لذلك أرجو التدرب والاستماع إلى قراءة القدوة لتستطيع أن تجيد القراءة المطلوبة. الموضوع الآخر الذي سنتطرق له كما ترى هو موضوع العواصم والمدن. أنت من أين وتسكن أين؟ أسكن في مدينة الأردن في تحديداً، وستخصص مكان لمكان سكنك، أو لبنان أو السودان أو القاهرة، إلى أي مكان تنتمي. لابد أيضاً أن تقيم فهمك لموضوعات الدرس من خلال الإجابة عن الأسئلة الخاصة به. فكما تلاحظ سيكون أمامنا مفردات مختلفة كمدرسة أو متجر أو مركز صحي، صيدلية كبيرة. سنتعرف إلى معنى كل مفردة من هذه المفردات، ثم ستقوم بربط هذه المفردات بالصور المتصلة بها. كما أن هناك أسئلة خاصة بالدرس، وهي كما تلاحظ ستأتي خالتي، ما اسم الخالة المذكورة، عمتي، جدتي، ستزورنا، إلى غير ذلك. ثم ستتحدث عن نفسك، ستقول زارتني جدتي كذا، ستذكر اسمها، أو ستأتي خالتي كذا إلينا، وهذه الأمور مرتبطة بعائلتك.
لاحظ أمامك مجموعة أيضا من المفردات: الخالة، المنزل، العمة. إذا صلة الأقارب أو شجرة العائلة، سنقوم بوصل هذه المفردات بالصور المناسبة لها وقراءتها قراءة صحيحة. ختاما، الموضوع الذي سنتحدث عنه في النهاية هو الضمائر، تحديدا ضمائر المتكلم. عندما أتحدث عن نفسي ماذا أقول؟ أقول أنا. وعندما نتحدث عن أنفسنا نقول نحن. من سيكون للمفرد ومن سيكون للجمع؟ سنخصص ذلك من خلال صور وشرح مفصل أثناء الحصة. كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنتناولها خلال الأسبوع الثالث. أشكر استماعكم، أراكم إن شاء الله في دروس قادمة. طاب نهاركم بكل أمل وخير.